ما عرفناش محمد صديقي واش وزير الفلاحه لخدمه الشعب المغربي ولا وزير الفلاحه لخدمه لوبيات كبرى في المجال الزراعي. وهذا السؤال ما طرحناش من بالعباس، لان الخرجه الاخيره ديال وزير الفلاحه محمد صديقي في يوميه الصباح كتخلي المغربي يضع يده على قلبه خوفا على الامن القومي ديال البلاد من امثال هؤلاء الوزراء. علاش؟ لان الضجه اللي كاين الان في المغرب بخصوص انهاك الفرشه المائيه والسماح ديال الحكومه لبعض اللوبيات بزراعات اللي كتنهك الماء بشكل كبير، خلى الوزير يطلق واحد ربعه ديال الاكاذيب وربعه ديال الاباطيل اللي غادي نسفوها لي وحده بوحده. الاكذوبه الاولى اللي قال الوزير محمد صديقي ديال الفلاحه هو انه هاد الضجه اللي سماها هو ضجه، يعني هاد الضجه ديال لافوكا وديال الدلع بانهم كياكلوا الماء بانها كذوب، وبانه اعطى احصائيات كتقول بان النخل تستهلك ثلاثه المرات ما تستهلكه مثل هذه الفواكه. وهذه المغالطه الاولى، حيت حنا سولنا الخبراء من المهندسين الزراعيين ومن الجينيتيسيان اللي متخصصين في العروق ديال الشجر وفي العروق ديال النخل، اجمعوا لنا بان الوزير تيكذب كيف كنقولوا بالدارجه، كيطلق سلوكيه. علاش؟ حيت النخل معروف ما كياكلش الماء، هذه اولا. ثانيا النخل هو العصب وهو الدينامو ديال الركيزه ديال الواحات في المغرب، حيت النخله ملي كتاكل ما بين 300 350 متر ديال الماء راه ماشي كتاكلها لذاتها لوحدها، بل كتاكلها مع واحد النظام ايكولوجي بيئي يحيط بالنخله في الواحه، اصفوار هذوك المزروعات اللي كيكونوا تحت النخله بفضل داك الظل اللي كدير لي بالم ديال النخله، يعني الفصه، الخضروات، الحبوب، الاشجار المثمره الاخرى. هذا من جهه. من جهه ثانيه يعني هاد النخل راه هو المثبت ديال الرمال في النظام الواحي ديال المغرب، وحنا كنعرفوا بان الواحات راه كتشكل تقريبا واحد 15% من التراب الوطني، وساكنين فيها حوالي 3 مليون ديال المغاربه، اي ما يمثل 5.5% من مجموع السكان ديال المغرب. والاخطر من هذا هو انه المغرب داخل في واحد الاستراتيجيه ديال زرع 8 مليون ديال النخل باشراف ملكي. الخطه الاولى او الشطر الاول اللي نجحنا فيه اللي كملنا فيه 3 مليون ديال النخل، وبدينا في الشطر الثاني من 2030 عفوا لزرع 5 مليون ديال النخل. فهاد وزير الفلاحه فواش هو ضد هاد السياسه الرسميه ديال الدوله التي يشرف عليها الملك، ام هو يا مع يصطفوا مع اللوبيات ديال لافوكا ومع اللوبيات ديال الاكذوبه الثانيه اللي جات في الخرجه الاعلاميه ديال وزير الفلاحه، كيقول لك اسيدي بان لافوكا والدلاع راه كينعرف في الغرب وفي اللوكوس، ما كاينش في المناطق الاخرى ديال المغرب. واسيدي حنا ما غاديش نبداو نتساراو مع الوزير في التراب الوطني باش نبينوا ليه فين مزروع لافوكا وفين مزروع الدلاع، يمشي حدا الرباط، عارف سيدي على البحراوي وغادي يلقى المزروعات والمساحات الشاسعه ديال لافوكا. الاكذوبه الثالثه اللي قال الوزير هو انه لافوكا مزروع في واحد المنطقه اللي فيها الماء، اي الغرب واللوكوس. يا سلام، يعني كيف ان الدلاع ولافوكا قتل واحد العدد ديال المناطق، خاصه الدلاع اللي قتل الفرشه المائيه في زاكوره وفي طاطا وفي غيرها، كيسمح للوزير نفسه باش يجهد ويهلك وياكل الماء ديال الغرب وديال اللوكوس، بمعنى ما قداتوش الصحراء اللي ولات عندنا في زاكوره وفي طاطا، باغي يحول الصحراء حتى اللوكوس وحتى العريش وحتى الموليبوس العام. والاكذوبه الرابعه ديال الوزير هو قال لك اودي ما كاينش شي قانون اللي تيسمح للحكومه باش تمنع الناس باش ما يزرعوش مثلا لافوكا ولا يزرعوا الدلاع. يا سلام، يعني الدور ديال الحكومه لا في المغرب ولا في اي دوله في العالم، الدور ديالها هو حمايه السياده الغذائيه، الدور ديال الحكومه في العالم في المغرب وفي اي دوله في العالم هو حمايه الامن القومي ديال البلاد اللي هي فيها. ولا كان فراغ قانوني راه كاينه السلطه حسب الدستور، كاينه السلطه التنظيميه الموكوله اليك لتشرع القوانين الناظمه في هذا المجال، وغادي تمنع الناس باش ما يزرعوش يعني لافوكا. وحتى اذا سمحت لفئه معينه من يزرعوا لافوكا، كاين طرق متعدده اخرى باش كتفرض ضرائب عليا باش يعني الناس ما تمشيش لهذا النوع ديال المزروعات، وهذا نقاش اخر. اذا هذه الاباطيل بربعه اللي قالها الوزير في الخرجه ديالو مع يوميه الصباح يعني كتعاظم اكثر لما نعلم بانه الملك في 2010 احدث وكاله الوطنيه لتنميه الواحات في المغرب. ولما احدث الملك يعني الوكاله الوطنيه لتنميه الواحات في المغرب، فللقيمه ديال النخل وللقيمه ديال الواحه في المغرب، وللاسف الشديد يعني هذه الوكاله اللي هي تحت الوصايه ديال وزير الفلاحه، بدل ان يعمل على تثمين يعني هاد الهويه ديال المغرب اللي هي الواحه واللي هي النخل، كنلقاو انه تيضرب يعني السياسه الرسميه ديال الدوله.
زائد بانه في الدروس الحسنيه الاخرى يعني تنشوفوا الملك يعني تيغوت على علماء جهابذه اللي يشرحوا للراي العام يعني الفوائد ديال النخل والفوائد ديال التمر. يعني ما شناش حنا في الدروس الحسنيه شي عالم اللي غيجي يشرح لنا يعني الفوائد ديال لافوكا ولا الفوائد ديال المونغ في استنزاف الفرشه المائيه. وبما انك اخويا الوزير كتفهم احسن من الملك راه وليتي كتفهم تحسن من الله، لان في القران كاينه 21 ايه وردت على المنافع وعلى الافضال ديال 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 النخل. وبما انك اخويا كتفهم احسن من الملك وكتفهم احسن من الله، هكا سير احمر وسير اخويا صحح هذاك الدستور وعدلو وسير صححت القران الكريم اذا كانت لك الجراه في التجرؤ على كتاب الله.